الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله،
إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله. سمع الله. الأخ خالد الحاج أحمد، خالد أبو زكريا. الأخ خالد أبو زكريا موجود؟ نايس، ده جميل. لا خلاص يا أخوي، الله يجزيك الخير. خليه فوق. استقيموا يرحمكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم تقبل منا يا رب العالمين الإخوة المسجد متسع في الأسفل ومتسع في الخلف والأماكن واسعة ولا ترفعوا أصواتكم في بيت الله تبارك وتعالى الإخوة لا ترفعوا أصواتكم في بيت الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وهذا المسجد يذكر فيه كلام النبي ولا ينبغي أن نرفع صوتنا لا على النبي ولا على كلامه فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا للشيطان علينا سبيلا لا تجعلوا للشيطان علينا سبيلا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كريما، وكان في حياته جوادا، وأجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان، فكان أجود من الريح المرسلة، يعني كان كريما، كان معطاء، كان مستجيبا لأمر ربه تبارك وتعالى حيث أمره في القرآن الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. سورة البقرة، الآية دي اللي قبل آية الكرسي. الناس كلها حفظ آية الكرسي، احفظ الآية اللي قبلها، هي دي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، وما أدراكم ما هذا اليوم؟ يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فيش بيع، ولا خلة، يعني خلة يعني صحوبية، أصحابه، أخلاء، يعني فيش صحبك، يعني من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، محدش يشفع لك، والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حاضر حاضر. أخواتنا السيدات جزاهم الله خيرا، نحن نعلم أن المكان مزدحم، لكن يعني ربنا يتقبل إن شاء الله رب العالمين. أخواتنا يستمعوا، يعني جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل إن شاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى إخوة يأمرنا في القرآن الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم. هذا المال الذي منحك إياه الله سبحانه وتعالى، ليس مالك أنت، فالمال مال الله. ها أنتم هؤلاء، سورة محمد، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل موقف هذا في غزوة تبوك ساعة العسرة، ووقف بجواره الأصحاب رضوان الله عليهم، ودعاهم إلى الصدقة. النبي دعاهم للصدقة، فكان هذا يتصدق بالدرهم وهذا يتصدق بالدرهمين، حتى خرج عمر بن الخطاب وتصدق بنصف ماله، وحتى خرج أبو بكر الصديق وتصدق بماله كله، وسيدنا عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، وخرجت النساء يتصدقن بحليهن، اللي معاها خاتم، واللي معاها يعني انسيال، واللي معاها مش عارف حلق، وتخرج هذا كله في سبيل الله. لماذا؟ لأن ما عندكم ينفد، وما عند الله تبارك وتعالى باق. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة إخوة، لكننا نريد أن نتحقق بخلق قال عنه القرآن الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في حاجة عندنا اسمها الشح. إيه الشح دي؟ إن أنت إيديك ماسكة، إيديك ماسكة كده، تحاول تمدها عشان تطلع تبقى صعب شوية، تحطها هنا صعبة شوية، صعب، بتحاول أنت أنك أنت يعني تفك إيديك شوية، لكن الشيطان يمسكها لك تاني. كل ما تحاول تمد ايدك وتخرج الشيطان يمسكها. فربنا يقول لك ايه؟ ومن يوق شح نفسه، اللي يفك نفسه، فاولئك هم المفلحون. وخلي بالك، لاحظ المولود الصغير، الولد ساعة ما يتولد وينزل من بطن امه، ينزل وكلتا يديه هكذا. اي مولود يتولد كده ايديه مقفولة. شوف انت بنفسك، شوف في التلفزيون، شوف على اليوتيوب، شوف اي حاجة، المولود مولود وايده مغلقة كده. ولما الإنسان بعد عمر طويل يموت وإحنا بنغسله، تلاقيه عامل إيديه كده. مفيش ميت عامل كده، عامل إيديه كده، يعني إيه؟ طالع منها ولا حاجة، ما خدش حاجة، هو نازل حريص، ماسك، هو لسه نازل ابن يوم، حريص على الدنيا، ماسك فيها بإيديه وإسنانه، أول ما يسيبها يطلع يقول لك خرجت منها بخرقة بيضاء. طبعا الكلام ده كله معروف، وكنت منذكر إخواننا قبل الصلاة أنه يأتي فجأة الموت وينتهي. أخيرا أذكركم بموقف النبي اللي كلنا حافظينه، أقسم بالله أنا على ثقة أن الكل عارفه. لما النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه شاه، النبي كان فقير على فكرة، صلى الله عليه وسلم أهدي إليه شاه، واحد بعت له شاه يعني كده أو عنز، فالنبي ذبحها صلى الله عليه وسلم، وكان كريم، ما عندوش واحد اداله هدية، وعنده 9 زوجات، وعنده بنات وأولاد، يعني عائلة كبيرة. عائلة النبي كان 9 زوجات واثنين سراري يعني جواري، أدى 11، وأربع بنات، يبقوا كام؟ 4 و11 كام؟ 15، وثلاث أولاد،
يعني تو ماتش، عائلة كبيرة جدا، يعني مش ياكلوا عنز ياكلوا جمل. وأودي عنز للنبي صلى الله عليه وسلم فذبحها. قولوا عائشة رضي الله عنها وأرضها، فأخذ يقسمها يمينا وشمالا على فقراء المهاجرين والأنصار، يوزع حتى لم يبقى منها إلا الذراع، يعني القدم الأمامية حتة صغيرة كده. فقلت حسبك يا رسول الله، يعني ما عادش فاضل حاجة. فقال خذوها، فقالت ذهبت كلها إلا الذراع، يعني راحت ما عدا الإيه؟ الذراع. فقال النبي بل بقيت كلها إلا الإيه؟ إلا الذراع. كل اللي أنفقناه ده موجود. إحنا النهاردة أكلنا بقالنا 3 أيام تحت، أكل ولحوم وأسماك وملز وطاب، وراح فين؟ خلاص بيروح بينتهي. حتى الإنسان بعد ما يأكل وبعد ما يشرب، وأعزكم الله بعد ما يدخل الخلاء وتطلع من الخلاء تقول غفرانك وتزبط نفسك، يناديك ملك من السماء بعد ما تطلع من الحمام يقول لك إيه؟ يا ابن آدم انظر إلى، بص كده وراك أعزكم الله، يعني انظر إلى ما بخلت به على الناس إلى ما صار. بنقول لك عاوزين حاجة، عاوزين 100 دولار للمسجد، عاوزين 200 دولار لعملوا بيه مصلحة، عاوزين، وانت بتمسك وانا بنمسك كلنا كده، الشح مسكنا غصب عننا مقيدين كده. فربنا يقول لك ايه؟ انظر الى ما بخلت به على في سبيل الله الى ما صار. راح فين؟ دخل في الباثروم وراح، بقيت كلها الا الايه؟ الا الزراع. فاللي حيبقى يا اخوة صدقوني، والله والله العظيم ان شاء الله سوف اذكركم، سوف أذكركم بهذا المشهد. وخلي بالكم في تصوير يوتيوب، بس مش هنا، ده اللي بيصور سيدنا جبريل والصحابة، المشهد ده كله مصور، أقسم برب العزة والله. واللي مش مصدقني يوم القيامة حنلتقي، ويوم القيامة قولوا الشيخ ده بقول كذا كذا، حنجيب لك صوت وصورة، ربنا علمنا كده والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده. قال إيه القرآن؟ قال إيه؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل حاجة منسوخة ومسجلة. يجي يوم القيامة يقول لك يوم 4 رمضان في صلاة التراويح وقف فلان واتكلم ودعا الناس الى الانفاق عشان المسجد وكذا وكذا، الناس عملت ايه؟ دي رسالة اللي موجهة لحضراتكم النهاردة، ان احنا عاوزين نتحرر بقى من ايه؟ من الكلام اللي احنا بنسمعه كثيرا، كثيرا ما نسمع، لكن نريد ان نعمل افضل من كثرة السماع ان شاء الله رب العالمين. اليوم يعني ندعوكم دعوة، معنا اخونا ابو عمر تفضل، يعني الى يعني المبادره الى الانفاق في بعض متطلبات يعني مسجدكم هذا كما قلت لكم الذي تدعمونه انتم وليس احد سواكم ان شاء الله. ربنا يتقبل منا منكم ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ومن بعده تفرقنا تفرقا معصوما. لكن قبل ما نبدا، في احد الاخوه مازدا license plate Y64C RG is blocking somebody else's car. It's a white Mazda. It's parking next door by the union parking lot. Anybody? يمكن للنساء. White Mazda license plate Y. I don't know if this is a 6 or a G, but it's a Y 6 or G 4C RG. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا بدي أتحدث عن تكاليف المسجد فقط في شهر رمضان. تقريبا تكاليف المسجد راح تكون من $30,000 to $35,000. The usual cost it will be doubled. Utilities will be more than doubled. Salaries will be more than doubled. Cleaning and everything else will be more than doubled. We have more employees, people that are taking care of the kids. Plus the food, we every day, water, tamar, milk. وبرضو آخر 10 أيام إحنا في عنا إفطار وفي عنا سحور. يعني roughly يعني في اعتكاف لآخر 10 أيام. هذه اللي تيجي تحسبها سيمبلي بتطلع أكثر من $35,000. فإحنا إن شاء الله بدنا نترجعكم جميعا إن شاء الله، ونفسي بإذن الله إن كلنا نتعاون في إن نلم only $35,000. في أحد من الشباب بحب يبدأ؟ أخ وائل رشيد،
أخوان الرشيد إن شاء الله 2500، الله يجزيك الخير. بارك الله لك في مالك وولدك إن شاء الله، جزاك الله خير، ربنا يجعلها خالصة لوجهه الكريم إن شاء الله رب العالمين. أي حدا تاني إن شاء الله؟ نيكست إن شاء الله $1,000. بارك الله لك يا خالد في مالك وأهلك وولدك، جزاكم الله خيرا، اللهم أعطي منفقا خلفا يا رب العالمين. الأخ خالد برضو دكتور. الأخ خالد $1,000. الله خير دكتور، بارك الله لك في مالك وأهلك وولدك وجزاك الله خير. دكتور البنا فؤاد $1,000. جزاكم الله خيرا، بارك الله لك في أهلك ومالك وولدك. شوف هنا أبو سامر واحد الاتجاه بس. $1,000. جزاك الله خيرا دكتور، الله بارك فيك يا أخونا طارق. أمجد أبو كويك in the back $1,000. $2,000. جزاكم الله خير، الله بارك الله لك، الله أكبر. أبو عمر خالد. جزاك الله خير أبو عمر، بارك الله خير. بارك الله لك إن شاء الله. $1,000 حضرتك ايش اسمك؟ نضال. جزاك الله خير نضال، بارك الله لك. نضال $1,000. اخونا ابو العبد جزاك الله خير، بارك الله لك. نمر ابو العبد $1,000. جزاك الله، سايبين التقيل للاخر احنا. جزاك الله خير دكتور راشد. دكتور راشد $1,000. جزاك الله خير، بارك الله لك وجعل الله ميزان حسناتك ان شاء الله. اخونا جزاك الله خير، اسم اخونا الكريم اعزك الله يا اخوان، بارك الله لك، جزاكم الله خيرا. لؤي علي الله يكرمك، لؤي جزاكم الله. الاخ لؤي علي $1,000. اخونا الاخ ابو العبد شريف $1,000. بارك الله لك، جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم خير حضرتك. $1,000 عميل خير. عامر يا جزاكم الله خيرا، بارك الله لك ان شاء الله رب العالمين. اللهم اعطي منفقا خلفا يا رب العالمين، اسال الله ان يخلف عليكم جميعا ان شاء الله. اللهم زدهم في مالهم وصحتهم وأولادهم بركة وعزا يا رب العالمين. أخونا السيد. السيد أنا بدي أتأكد أنهم 5,000 يا سيد. الله يجزيك خير. $5,000 جزاكم الله خيرا، في ميزان بارك الله لك إن شاء الله يا سيد، الله يكرمك. نسأل الله أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، أن ينجيك بها من النار أنت وجميع المسلمين وجميع المنفقين وجميع الناوين وجميع المشتاقين ولا يستطيعون يا رب العالمين. اللهم اخلف على الجميع يا رب. براذر شاهد. شاهد $1,000. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير، تقبل الله منك ان شاء الله، بارك الله لك يا رب العالمين. احنا بتعدي سنه ورا سنه، قلنا هنا 3.5 سنين عمرنا ما عملنا فاند ريزنج الا في شهر رمضان. يا نعم، احنا عمرنا ما اثقلنا على حد، حتى يوم الجمعه عمرناش قلنا للناس يا جماعه ولا ذكرنا ولا حاجه، يعني عارفين الاوضاع شويه بس، لكن يعني بضل في 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 مصروف هنا في المسجد، وي هاف تو تيك كير اوف ات. نسأل الله أن يخلف علينا وعليكم إن شاء الله رب العالمين. اللهم أعطي منفقا خلفا واخلف عليهم جميعا في أموالهم وأهليهم وزوجاتهم وذرياتهم إلى يوم الدين. إحنا سيور بيل اللي دفعناها just a few days ago 6,800 وكسور. أنا بحكيش ووتر بيل، بحكي سيور بيل. سيور 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 سيور. الله يجزيك الخير أبو العبد. يعني قريب $7,000، هذا غير الاير كونديشن وغير وغير وغير. فان شاء الله الجميع يشارك، يعني مش شرط $1,000، ممكن ننزل اي حاجه ولا نمرق الصندوق. ربنا سبحانه وتعالى بيتساءل في كتابه العزيز، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وإحنا هنا يعني بنتساءل كيف يقرض الفقير الغني الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في جزء ثاني من القرآن بيقول وأنتم الفقراء، فكيف الله سبحانه وتعالى يبحث عمن يقرضه وهو الغني؟ لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يريد أن يكرم المتصدقين فيجعلهم في مرتبة المقرضين. فاللهم يا رب اجعلنا في هذه المرتبة جميعا. امين يا رب العالمين. وفي نفس الآية وكأنه يحذر ويبشر فيقول والله يقبض ويبسط، يعني وكأنه يقول هذا الذي يقبض ولا يريد أن يتصدق، الله سبحانه وتعالى يقبض رزقه، وأما الذي يتصدق فالله سبحانه وتعالى يبشره بأن الله سبحانه وتعالى سيبسط له الرزق. نعم. والله يقبض ويبسط ثم يقول وإليه ترجعون، يعني حتشوف إنه كلامي هذا صادق يوم اليقين إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين.
احنا عايزين نشوف اخ وائل قديش تقريبا صار في عندنا محمد قديش 17 يعني لسه نص المبلغ الاخ محمد 1000 دولار جزاك الله خيرا بارك الله لك اخ محمد 1000 دولار جزاكم الله خيرا الاخوه نحن نعلم ان احنا فاجئناكم يعني لكن ممكن الاخ 500 دولار 500 دولار جزاك الله خيرا بارك الله 500 دولار الاخ بشير جزاك الله خير اخ ابو شاكر ابو شاكر 500 دولار جزاكم الله خيرا عطله عطله 500 دولار ها 100 300 ابن بشير محمد جزاك الله خيرا 500 دولار اخونا خالد ابو زكريا جزاكم الله خيرا اخوه نحن فاجئناكم نحن نعلم هذا الاخ ممكن يتعهد مش لازم 500 دولار هناك اخوال اخونا اياد جزاك الله خيرا بارك الله لك يا رب العالمين ان شاء الله اخونا الله يكرمك حاج حسن الله يجزيك خير فاعل خير 500 دولار ان شاء الله جزاك الله خير اخو الله يبارك لك ان شاء الله يا جماعه يعني كلنا هنا بس 20,000 دولار واحنا ما يعني هي وانا ابشركم احنا ان شاء الله حنلتقي كمان ليله نقول لكم بتكاليف الحمام 65,000 دولار وحنلتقي كمان ليله ونقول لكم بدنا نعمل دفع على المسجد ب 50,000 دولار وحنلتقي كمان ليله نقول لكم تكاليف العيد طب ها مين بده يدفع يعني طب بس عدي الليله الاول انت كده لا يعني ما احنا يعني احنا بدينا باقل واحده يعني اقل واحده 35 نعم. احنا الحمام اللي صلحناه تحت 65,000 دولار وان شاء الله في نيه نعمل دفع على المسجد احنا لسه بندفع مورجج يعني كل واحد فينا لحيته لهنا وكذا واحنا بنصلي في مكان عليه مورجج ربا يعني كده باللغه الثقيله هذه ربا عايزين نتخلص منها ان شاء الله جايه ان شاء الله جايه ان شاء الله نتعاون جميعنا لكن انما نقدرش نجيب 35,000 دولار والله صعبه نستطيع ان شاء الله اخواتنا النساء ممكن يجمعوا مع بعض في الخلف يعني طب شوف يمكن النسوان اوائل كملوا على ال 35 هم بيجمعوا النساء ان شاء الله رب العالمين ربنا يتقبل الاخ ابو احمد يمكن النسوان لموهم انا بس بنذكر الاخوه الافاضل جزاهم الله خيرا 500 هنا اخوان يعني لا يكن غيرك متصدقا عليك احنا اخوه بنكرر الكلام ده قلته كتير نحن في امريكا ليس هناك من يدعمنا يعني ولا الازهر بيدعمنا ولا الاوقاف ولا السعوديه ولا اي حد بيدعمنا ويكفلنا فانت حضرتك اللي بتدعم المكان بمعنى ان انت جاي تصلي صلاه كل واحد فينا بتتكلف في كونديشن شغال في كهرباء في مراوح في ميه في تمر في تهيئه في بركن كل ده على حساب مين على حساب الناس اللي بتصلي فحضرتك اقل حاجه انك تدفع تكاليف صلاتك انت وزوجتك واولادك طبعا الكل يصلي على الراس ويعني احذيتكم فوق رؤوس الجميع لكن اقصد ما اقل ان الواحد يدفع تكاليف صلاته لكن انا اصلي على حساب غيري مثلا يعني طبعا انا هو اخذ الاجر مضاعف فدي الفكره يعني احنا يعني لا يكن غيرك اقرب الى الله منك احنا عاوزين نسارع ولو بالقليل باقل شيء تدفعه امام الله سبحانه وتعالى هيكون لك صدقه جاريه تلقى بها الله سبحانه وتعالى والله يضاعف احنا في رمضان والحسنه تضاعف الى 70 إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء فيعني لا نبخل على انفسنا ونجتهد ان شاء الله في الانفاق ربنا يوسع علينا وعليكم ان شاء الله مين ان شاء الله 2000 دولار الله يجزيك بارك الخير. الله لك اللهم بارك له في ماله واهله وولده فعل خير ان شاء الله جزاكم الله خير اخونا سمير 2000 دولار اخونا تعال سجل اسمنا سجل حفصة فيه. تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تنفق وكم تنفق فقال يا حفصة انفقي ولا تحصي حتى لا يحصى عليك نعم. اذا انت عايز تطلع من جيبتك وكده تطلع ربنا سبحانه وتعالى حيفعل نفس الشيء راح يصير يقطر لك بالقطارة اذا انت بتقطر فجماعة اي حاجة يعني 500 دولار في عايزين مثلا كمان 10 500 الاخ جمعة نوفل 500 جزاك الله خيرا بارك الله لك بارك الله لك ربنا يخلف عليك وعلى اهلك الاخوة قديش في عندك يا وائل 21.5 يعني بدنا كمان 10 أه. يلا يا سيدي 10 ما نعرف معي بس نجيب العشر تقريبا. هنجيب العشرة ولا نقيم الصلاة يا جماعة لا مش هنقيم الصلاة غير لما نجيب العشرة لا احنا مش هنقيم الصلاة غير لما نجمع العشرة ان شاء الله رب العالمين ولو اقمنا الصلاة هتشوفوا صلاة من نوع تاني بقى براحتكم بقى يعني لا يعني خلوا الليلة تعدي على خير وخفيفة كده وحلو ان شاء الله رب العالمين
ربنا يتقبل. والله يا جماعة 100 100 100 200 200 أي حاجة بنجيبهم. أخونا أبو قادر. الأخنا 500 عبد القادر. الله يبارك لك أبو قادر في زوجك ويرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله رب العالمين. 200 أبو شريف الله يبارك لك رب العالمين ربنا يخلف عليك. عم أبو شريف 200. أخونا عصام سامح 500 جزاه الله خير. أخ عصام سامح 500 جزاكم الله خيرا. ها هو نكس ها بسم الله ما شاء الله. 150 دولار هنا أخونا الله محمد. الله يجزيك الخير. الأخ محمد 150 دولار هنا. ها خلي أبو أحمد أبو أحمد مرق الصندوق. ها لا ضلك مرقه ضلك مرقه. والله مانيش شايف. ها ها على هالحال المش على هالحال الليلة بعديها راح تكون صعبة يعني. ربنا يخلف علينا وعليكم إن شاء الله. ها أيوة أخونا ناصر. الأخ ناصر. كده ولا كده ولا إيه؟ 500 الأخ ناصر. 500 جزاكم الله خير أبو إسماعيل الله يبارك لك رب العالمين. الله يخلف علينا وعليكم ما شاء الله. والله يا جماعة ولا واحد فيكم إلا بعزم أصحابه 4-5 مرات وبدفع 1000 و1500 في شوية دينر على شوية شباب. طبعا المسجد الأخ اللي هنا. مازن. الأخ مازن. كم يا مازن؟ 200 دولار الأخ مازن. الله يبارك فيك يا رب ربنا يبارك لك في والدك والدتك ويحفظكم جميعا إن شاء الله. يعمل كأنه عزم الـ 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 المسجد في حط في المسجد عشاء دينر أي حاجة. ولو بالقليل إن شاء الله ربنا يتقبل إخوة إن شاء الله. خلاص كده شيء. خلاص الصندوق سريع عشان نقيم الصلاة دقيقة واحدة نقيم الصلاة إن شاء الله. أني سيربرايزز قبل ما نخلص في حد بدي يفاجئ. جزا الله خيرا اللهم خلف عليه بالخير إن شاء الله رب العالمين. علونا على دوين. طيب في نصف دقيقة حندعو يعني إن شاء الله رب العالمين ونأمن إن شاء الله رب العالمين. الله يجزيكم الخير جميعا يا شباب. اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أخلف على من أنفق في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم أخلف على من أنفق في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم اخلف على من أراد أن ينفق في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم اخلف على من أنفق بالقليل والكثير يا أكرم الأكرمين. اللهم زد أموالهم وزد أرزاقهم. اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم. اللهم بارك لجميع الحاضرين. اللهم بارك لجميع الحاضرين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يوق شح نفسه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من السابقين في جنات النعيم. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من المنفقين في السراء والضراء. اللهم ارزق جميع المنفقين الإخلاص فيما أنفقوا يا رب العالمين. اللهم اجعل إنفاقهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل فيه رياء ولا شركا لأحد من خلقك أكرم الأكرمين. اللهم اجزنا جميعا بالإحساء إحسانا وبالسوء عفوا وغفرانا بكرمك وجودك أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. استقيموا رحمكم الله استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
الباب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر إن شاء الله. صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلات إن شاء الله. صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلات. ثري ركعة تقدر إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على نبينا في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يرفع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من عين قاسية لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، اللهم إنا وقفنا ببابك وأنت الكريم فلا تردنا خائبين. اللهم إنا وقفنا ببابك وأنت الكريم المنان فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا عن باب عفوك مطرودين، اللهم لا تردنا عن باب عفوك محرومين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عاصيا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالمسلمين في كل مكان، اللهم رحماك بالمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماءهم، واحفظ أعراضهم، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم لا تسلط المسلمين في كل مكان على بعضهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا وعليهم بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اختر لهذه الأمة حاكما ربانيا يقودها للخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، تقبل ركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكتب جميع الحاضرين في هذه الليلة من عتقائك من النار،
اللهم اكتب جميع الحاضرين والحاضرات الليلة من عتقائك من النار، واكتب جميع أسمائنا وأهلينا وأحبابنا في ديوان أهل الجنة الأبرار، وتوفنا وأنت راض عنا يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنت السلام ومنك السلام. تبارك الله. تقبل الله منا ومنكم جميعا إن شاء الله.